في نبأنا الأخير عقد مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة ووزارة مكافحة المخدرات الأفغانية مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الأربعاء الماضي، حيث قدم أوضاع المخدرات في أفغانستان وإنجازات مكافحة المخدرات لعام 2015، ونشر تقرير المخدرات في أفغانستان لعام 2015 رسميا. وفقا لهذا التقرير، قد انخفض إنتاج الأفيون في أفغانستان لعام 2015 إلى 3300 طن، انخفاضا بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي. وفي نفس الوقت انخفضت مساحة زراعة الخشخاش من 224 ألف هكتار في العام الماضي إلى 183 ألف هكتار لعام 2015، انخفاضا بنسبة 19%. في الحقيقة إن انخفاض زراعة المخدرات والإنتاج هو الانخفاض الأول بعد النمو المضطرد خلال السنوات الست الماضية، مما يدل على أن أفغانستان تواجه وطئا خطيرا جراء المخدرات، ويجب على الحكومات الأفغانية أن تستفيد من هذه الفرصة مع المجتمع الدولي لتحقيق مزيد من الإنجازات على أساس هذا الأمر. أشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الأفغانية حققت إنجازات هامة في مكافحة المخدرات هذا العام، لكن زراعة الخشخاش لا تزال متفشية في المحافظات الجنوبية والغربية من أفغانستان، وخصوصا في مقاطعة هيلمند. من ناحية أخرى، يزداد عدد مدمني المخدرات من السكان، فوفقا لأحدث الإحصائيات يتراوح عدد مدمني المخدرات بين 1,900,000 ومليونين وأربعمائة ألف، ما يمثل حوالي 13% من إجمالي عدد البالغين في البلاد. وفي نفس الوقت، فإن أفغانستان لديها 123 مركزا لعلاج الإدمان من المخدرات حاليا، إلا أنها لا تلبي الاحتياجات الحقيقية. إن زيادة عدد مدمني المخدرات تلجأ إلى البطالة والهجرة والفقر وغيرها من الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، المخدرات هي إحدى المصادر الاقتصادية للمنظمات الإرهابية، ولكن يجب علينا رؤية الجانب الإيجابي، لأن النجاح اليوم هو نجاح جديد لم نحققه خلال سنوات عديدة ماضية. قال مسؤولون أفغان أيضا إن الحكومة ستطلق حملة واسعة النطاق لمكافحة المخدرات في عام 2016، وتدعو مختلف الأوساط في المجتمع الأفغاني إلى المشاركة في عملية مكافحة جريمة المخدرات.